بقعة بيتش. بقعة بيتش سي ان كومبلكس توريستيك فاميليال، فيه دي بيسين دي زير دو جو اكواتيك او دو مير، يعني ما تاع البحر. عندنا السيستم تاعنا او دو مير يا دي بور دو مور، الماء يطلع من البحر يكف في البيسين انسي دو سويت، غادي يكون في البيسين. سما عندنا سيركوي فيرمي، الماء توجور يقعد جديد، ما فيه لا كلور ني برودوي شيميك. وعندنا اون كافيتيريا ان ريستورون، مرحبا بكم. انا واقفين عليها دو بيرون فيس باش نوفروا المصطف تاعنا الراحه والرفاهيه ويخرج منا فرحان. ما يخفاكمش باللي مدينه وهران تستقبل العاب البحر الابيض المتوسط، سما غادي كما قال لك الناس اجانب غادي يجوا، ورانا هنا واقفين باش نوروا لهم جمال مدينه وهران. ومرحبا بكاع الضيوف تاعنا. شابه بزاف ما شاء الله، نقيه بزاف، بلاصه فاميليار فيها سيكوريزي ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله كاع الناس يجيو يزوروها. انا عندي بيان وصافي 15 جوغ انا بلا على روحي محفيظه وكاع، واليوم جابني بويا فوتونا بريميدي في بقعه بيتش كما راكم تشوفوا. وهذه زعما بلاصه فري شابه وكان فاميلي وزعما شابه بزاف. عندك ما تقول عليها؟